التعليم وبنجاهد وبنعلم نفسنا في النوم وفي الاكل وفي الحياه بتاعتنا وهو خسران ايه؟ هيلفلنا خسران ايه؟ فلازم نراجع نفسنا علشان نجدد عزمنا ونجدد قوتنا ونجدد نيتنا مع الله سبحانه وتعالى. لازم كل واحد فينا يسال نفسه دايما ايه السبب بين التصرف والتصرف او اي فعل بعمله؟ تمام؟ هل احنا هنا قاعدين علشان نشيل المجلس العسكري؟ طيب علشان تشيل المجلس الاعلى للقوات المسلحه ده امر مش بسيط. ده عايز عزيمه قويه جدا وعايز امكانيات وعايز قوه. تمام؟ العزيمه القويه دي تيجي لما نقعد نتناقش مع بعض ونتناقش ايه المشكله اللي عندهم وايه اللي احنا عايزينه. المشكله اللي عندهم اللي ضحكوا على الشعب كله، ضحكوا على البلد كلها، سرقوا مننا الثوره واقنعونا واوهمونا ان هم هيحموها وهيحافظوا عليها لحد ما نحقق مطالبنا. تمام؟ ايه اللي اتحقق من ساعتها؟ في اي حاجه اتحققت؟ حد يقدر يقول لي حد ايه من ساعتها؟ حصل ايه الشعب المصري من ساعتها؟ لكن بيتكرر السيناريو القديم بتاع خط ثوره الشعب سنه 1952 الحرائق الجرائم البلاد الامني نفس المشاكل بتتكرر تاني. حريق مصنع الالمنيات بتاع العربي، حريق مصنع كرتون، حريق في السويس، امن والتباس في الامن، وبعدين بننام في الشارع وهو بيستمتع بكل الامكانيات. هو والحكومه، هو وحكومه الجندوري اللي لا زالوا خدامين عند مؤسسه الرئاسه اللي لسه ما مشيتش. تمام؟ مهم جدا يا اخوانا بدل ما نقعد نستخدم بلغوتنا الكلام مع بعض والنقاش مع بعض وان احنا نفضل نخالف في اراء بعض وخلاص واصبح الكلام شهوه والجدال بقى عامل زي الغريبه وحب المخالفه بالراي بقى متعه عمالين نختلف وبس. عايزين نتفق ان في واحد او مجموعه مضطر مصلحه البلد دي ولازم نتفق على وسيله ازاي نخلص منها. الميدان مليان جواسيس، الاعتصام مليان جواسيس، شددونا دلوقتي وبقت مجموعه هناك ومجموعه هنا. آله اعلاميه بتشتغل 24 ساعه عشان تقرر الناس ليكم وعشان تكلم الشعب ضدكم وعشان تقنع الناس بانكم غلط وانكم تطلعوا على البلد. ومحدش خالص بينزل يصور او يسال او يتكلم مع كل المعتصمين هنا او اللي معتصمين هناك عند وزاره الدفاع وينقل الراي بامانه او بصراحه. الا بكل اسف نجحوا في ان هم يشوهوا الصوره بتاعتهم. دلوقتي يا اخوانا اصبح الموقف كالاتي، احنا بنبذل مجهود كامل عايزين نتفق والميدان يتفق والشعب كله يتفق على توحيد مبادئ مش مطالب. لازم نتفق على مبادئ. المبادئ بتاعتنا لازم أغلبية الشعب يوافق عليها. حد مختلف على إن لابد من نزع المؤسسة مش المؤسسة العسكرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ تمام، يبقى ده مطلب أولاني. ليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ لأن هو ده اللي موفر الحماية الكاملة للمؤسسة الرئاسية اللي لسه ما وقفش. تمام؟ فهو ده اللي موفر له الحماية. موفر الحماية لحكومة بلطجية عمالة يعني تدي الأقصى ظهر ليها عشان تورط البلد بأكبر مبالغ من الديون. عايزين ياخدوا ظروف وخلاص عشان زيها زي الفلوس اللي قبل منها تتسرق وتتحط في الأرصدة علشان يوم ما إذا حصل إن هم وقعوا وإن شاء الله هيقعوا بإذن الله يقعوا واقفين يطلعوا على أرصدة ياخدوها على بره ويسيبوا لكم البلد غرقانه في ديون وغرقانه في مشاكل وغرقانه في مصاعب.